بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم في هذه الحلقة 83 بعد 104. نتناول آيات من سورة الشورى. الله سبحانه وتعالى يعطي للإنسان الحق في أنه يأخذ حقه إذا ظلم. حد اعتدى علي أخذ حق، حد ظلمي أخذ حق. يقول تعالى: والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. لما حد يلغى عليك أو يظلمك مفروض تأخذ حق، ومش مفروض على كل واحد له حق يسكت عليه لغاية ما يضيع، ما ينفعش. والله سبحانه وتعالى يقول في سورة الشورى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. يعني على قد الخطأ تكون العقوبة. بس المسلم للأسف ما بيشتمش. يعني واحد يسألني قال يا ابني كذا يا ابني كذا، أنا لا أشتم للأسف الشديد، المسلم ما يشتم، لكن لطمني ضربني من حق ضرب. وكتبنا لهم فيها أن العين بالعين والأنف بالأنف والسن بالسن والأذن بالأذن والجروح بالجروح. وده موجود لنا أو موجود لنا. طيب، وجزاء سيئة سيئة مثلها. طيب افرض ان انا جيت اخد حقي، جيت اخد حقي وبعدين يعني الناس بتسمحوني وقالوا لي انت كريم وتقدر تعفو وكذا، اقدر اعفو وانت قادر تعفو. يعني عندنا ثلاثه من القدره: التوبه عن قدره، تتوب عن الذنب وتقدر تعمله. التوبه عن قدره، تتوب عن الذنب وتقدر تعمله. والعفو عن قدره، تعفو انت قادر تعفو. انا عملت محضر للناس وهيتحبس، اقدر اتنزع عنه. العفو عند المقدرة مش عند الضعف، والتوبة عن الذنب وأنت قادر على فعله، والزهد عن قدرة. في ثلاثة عن قدرة: العفو عن قدرة، والتوبة عن قدرة. أتوب عن الذنب وأنا أقدر أعمله. في ناس بتوب عن الذنب مش قادر تعمله، بعد عنده القلب مش قادر يرتكب جريمة زنا، يقول لك توبت ليه؟ عشان قلبك لو عملت حاجة هتموت. يبقى العفو عن قدرة، والتوبة عن قدرة، والزهد عن قدرة. يعني ايه الزهد عن قدرة؟ ما تزهدش في حاجة انت لا تملكها. يعني لك انا زاهد في مناصب الوزارة، ليه؟ هو اتعرض عليك الوزارة ورفضتها؟ لما تتعرض عليك الوزارة وترفضها تبقى انت زاهد. لكن انا مش عايز وزارة، اما انت وزارة ايه اللي هتفكر فيها؟ يعني انا اذهب في السيارات الفارهة وانا استطيع ان اشتري سيارات فارهة، هو ده زهد. انا استطيع ان اشتري مائده فخمه مليئه بالطعام، لكني لا افعل هذا، انا باكل هدومي صغير على قد بس. يبقى الزهد عن قدره. لكن ما يجوش واحد هدومه مقطعه وحذاءه مقطع وقاعد مش لاقي ياكل، يقول لك اصل انا زاهد في الدنيا. زاهد يعني تلاقي تاكل. يبقى الزهد عن قدره، والعفو عن قدره، والتوبه عن قدره. وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح عن قدره فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. وبعدين ربنا بيقول لك: ولما انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليه من سبيل. انا اتظلمت، من حقي اخد حقي، من حق اللي اتظلم ياخد حقه، ولازم الناس المؤمنه تساعده. انسان اتظلم لازم الناس اللي حواليه تساعده، ولو ما ساعدتش المظلوم انت هتتظلم ومش هتلاقي حد يساعدك. ازاي الكلام ده؟ يعني انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ننصره مظلوما، هنقف جنبه، فكيف ننصره ظالما؟ قال: تردوه عن الظلم. الحق والعدل، ان لما الاقي ظالم اقول له: لا انت ظالم كده كده كتير. انصر اخاك ظالما او مظلوما، مظلوما اقف جنبه، لو ما قفتش جنبه هيبيع وانت اللي ضيعته. المسلم اخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. وجزاء سيئه سيئه مثلها، فمن عفا واصلح فاجره على الله، انه لا يحب الظالمين. ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل. أمال العقوبة هتبقى على مين؟ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. في ناس بقى نازلين ظلم 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 محدش قادر يوقف لهم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يظلمون في الأرض بغير الحق، يتعالوا على الأرض ويظلموا بغير الحق، أولئك لهم عذاب أليم. وبعدين ربنا يأكد تاني: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ولمن صبر وغفر، ولمن صبر وغفر. ساعات إذا في أمور أنت ما تقدرش تاخد فيها قصاص. أب ظلم ابنه، عمال يظلمه، هيعمل فيه يذبحه يقتله، فتجده مش قادر ياخد معاه حق ولا باطل. أب ظلم ابنه، زوجة ظلمت من زوجها جامد، أو زوج اتظلم من زوجته جامد جدا، مش قادر ياخد معاه الحق ولا باطل، يقتلها، هيعمل فيها إيه؟ لو طلقها هيبلي بيها الناس ولا يسيبها تقعد في الشارع، يعني إيه؟ فعشان كده ساعات الإنسان ربنا يقول عليه بقى: ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. ساعات الإنسان يبقى في مكان عمل
والمكان العمل ده والعياذ بالله فيه ناس شياطين منافقين خباصين فتانين ومش عايزين يسيبوه في حاله، يا ترى هو يبقى منافق معاه ويخش في زمرة المنافقين ولا يتحمل هذا ولا يسيب العمل؟ لانه هذه الايام لا يوجد عندنا رفاهية ان انا اسيب عمل وادور على عمل ثاني. يعني اكمني في بطالة وعندنا اكثر من 10 مليون شاب مش لاقيين شغل، فاللي يمسك شغلانه ما بيقدرش يسيبها. ليه؟ لانه يقع في الشارع. الشركات اللي بتصفي بتسيب الناس في الشارع، واحد يبقى موظف بقى له 10 سنين 15 سنه وبعدين الشركه خسرت، وطبعا ثلاث ارباع الشركات دلوقتي قطاع خاص، الشركه صفت، تلاقي عندك مش عارف كم الف شركه صفت، كم الف شركه قفلت. طب والعمال مش هنرضى؟ فعشان كده بيقول ولا من صبر وغفر الا ذلك لم يعزم الامور. ساعات الانسان بيضطر يصبر ويغفر ويسامح، يعني مش قادر ياخد حق قاطع هنا. يعني عندي عامل شرير وقارفني افصله يقعد في الشارع هيشحن هيسرق. طب انت متخيل؟ يعني زي ما اقول ايه، واحد عنده زوجه خليطه اللسان وصوتها عالي وقليل، يعني لا ترضي الله ورسوله وخليطه اللسان وتشتمه وكذا وكذا، يا فلان طلقها. يقول لك طلقها تروح فين؟ يعني ما لهاش، ممكن يكون مثلا اهلها ميتين وما لهاش غيري، او طلقها تروح فين؟ او هي لسه صغيره وجميله. طب ما هي لسه صغيره وجميله، واحد ثاني هيبتلى بيها هتطلع عينه. فتلاقي الانسان بيتحمل ويصبر لله، لان حلها الثاني ايه؟ ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور. وساعات والله العظيم يعني انا يعني مره سمعت هذه الايه، انا كنت واقف مثلا في مكان ما وبخطط، عمال افكر ازاي انتقم الراجل اللي عمال يديني ده، والله العظيم عمال افكر ازاي انتقم منه. وبعدين واحد قاعد يقرا القران فجاني صوته، ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، ولا من صبر وغفر الا ان ذلك لمن عزم الامور. قلت له بل اصبر يا رب اصبر، ولغيت الفكر اللي كان في دماغي، ولا انتقم ولا افكر ازاي اخد حقي، ربنا سبحانه وتعالى ياخد حقي. ولا من صبر وغفر ان ذلك لمن عزم الامور، ومن يضلل الله فما له من ولي. لربنا يضل كده والعياذ بالله من الهدي. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل. الظالمين لما يشوفوا النار بقى ترجع فين؟ خلاص. يعني لا تقبل التوبة عند الثلاثة، عند الموت إذا جت حشرجة الموت تصب يا رب، مفيش توبة ومفيش حد بيتوب على فكرة هو من الناس. عند الموت لا تقبل توبة، وعند لقاء الله سبحانه وتعالى لا تقبل توبة خلاص، وعند قيام الساعة لو نزغ بالصوت خلاص. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك رأي وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل. ربنا يعافينا واياكم. الناس اللي ظلم دول لما راوا العذاب والنار وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين امنوا ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه. طبعا الا ان الظالمين في عذاب مقيم. شوف ربنا عمال يقول لنا خلي بالكم الظلمه هيروحوا ازاي، الظلمه اوعى تظلم، ربنا ما يحبش الظالمين. اوعى تظلم، لو ظلمت الناس ارجع لنفسك بسرعه. اوعى تظلم، الظلم ظلمات، ما تخربش البيوت. من افظع الاعمال انك تخرب بيوت، من افظع الاعمال السيئه انك تخرب بيوت، ومن احب الاعمال الى الله ان تقيم البيوت وتصلح ذات البين، تستر الناس. من ستر مسلما ستره الله. طب واللي يعري الناس يخرجها من بيوتها ويطلعها في الشارع؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. طب واللي يكشف مسلم ويعريه ويخرجه من بيته؟ من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره. اللي عاوز يخرب بيته ويعمل فتن لغايه ما الراجل يطلق مراته، ده من اشد الاعمال السيئه، اكبر الكبائر انك انت تطلع واحده من جوزها. من افضل الاعمال الصالحه انك تصالح اثنين وترجعهم لبعض، واحده من الصالحه ترجعها لجوزها، او اثنين متخاصمين. ها؟ حلوه دي، مهمه مش كده ولا ايه؟ وبعدين ربنا سبحانه وتعالى بيقول في سوره الشورى: وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. ان شاء الله نكمل في حلقه قادمه. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله